الضحكة حاجة والابتسامة حاجة. طيب السؤال، هل في نساء ضحكتها فعلا ممكن تسحر ملايين؟ أيوة أقسم بالله في نساء فعلا كده. في حلقة النهاردة بقى احنا عايزين نتعرف على النساء دي ترتيبا كده لحد ما نوصل للمركز الأول، والأسباب عند كل أنثى فيهم اللي بتخليها أنثى فعلا ابتسامتها قادرة إن هي تسحر ملايين. يلا بينا. اهلا بيكم سريعا كده كالعاده، برحب بيكم وبرضه برحب بالجديد وبقول له برضه يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك واضغطوا على الجرس واختاروا كل اللي جنب كلمه اشتراك ده عشان الحلقات توصل لكم في ميعاد نزولها، وريت تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك برضه محمد ابو زيد، الروابط دي في اول تعليق ووصف الفيديو، وكمان رابط الانستجرام الخاص بيا اللي يحب ان هو يتواصل معايا. عملنا حلقه قبل كده عن الضحكه، ورجاء محدش يربط بين الضحكه والابتسامه. الضحكة دي صوت، احنا بنتكلم عن صوت، انما هي الابتسامة ليها صوت، يبقى ازاي غير منطقي طبعا ان احنا نربط بين حاجتين مختلفتين. هنرتب نساء الابراج من السابع للمركز الاول، كل واحدة كالعادة تتوقع برجها ممكن يجي في المركز الكام، وانثى اذكى شوية او رجل حتى يقدر يفيدنا في حلقة النهاردة ويكتب لنا مين اللي ممكن تكون معانا متصدرة نساء الابراج في الحلقة الجميلة حلقة النهاردة. يا ريت تدوسوا لايك في البداية عشان نوصل حلقتنا لكل الناس. أنثى برج الأسد البرنسس، مادام هي برنسس أكيد النوعية دي من الحلقات لازم تكون ليها مكان، يعني في المركز السابع. الثقة اللي بتتمتع بيها أنثى برج الأسد بتنعكس على الضحكة بتاعتها دي. أنا عايز أقول لكم حاجة، في كل برج معروف إن هو ليه سمات شكلية، يعني مثلا رجل برج الأسد تلاقي حواجبه تقيلة، رموشه، شعره كثيف، الجبهة بتاعته عريضة. لو عايزين حلقة عن الموضوع ده ممكن نبقى نعمل، اكتبولي في التعليقات لو تحبوا. يعني رسمة شفايف بقى أنثى برج الأسد عامة مميزة، ومن الحاجات اللي بتديها كاريزما كبيرة قوي، فالرسمة دي لما بتبتسم ممكن تسحر ملايين. اعلى منها في المركز السادس، المركز السادس اعلى منها هنلاقي انثى برج الثور الترابي. الرزانه اللي بتتمتع بيها انثى برج الثور هي من الاناث غالبا، يعني اللي ما تحبش تضحك بصوت عالي او زياده عن اللزوم انثى برج الثور عامه، وما تحبش ان هي تبتسم ابتسامه عريضه او زياده عن اللزوم، فبتلاقي حتى في تقنين في نظام كده وهي بتبتسم. الابتسامة بتاعتها كده بهدوء برزانة بعقل باتزان يعني، وغالبا ممكن تلاقيها يعني في نظرة في الأرض مع الابتسامة بتاعت أنثى برج الثور تحديدا. هي من الإناث اللي بتنكسف ومن الإناث اللي هي بتنحرج قوي، ولكن مع ذلك عندها ثقة كبيرة قوي في نفسها. كل اللي احنا قلناه ده بقى كفيل انه يجعل الابتسامة دي مميزة قوي وتشد العيون كمان. أعلى منها في المركز الخامس القوسية. التلقائية اللي على ابتسامة أنثى برج القوس تلقائية جدا، تشعر أحيانا منها بصفاء أو ببراءة في الابتسامة بتاعتها، عارفين كده نقول شبه الأطفال، ابتسامة شبه الأطفال. يا سلام بقى لو بعد الابتسامة أتبعتها بالضحكة بتاعتها، الضحكة الرنانة بتاعت أنثى برج القوس. احنا عملنا عن أجمل ضحكة في نساء الأبراج حلقة، شوفوا أنثى برج القوس كانت في المركز الكام، هسيب لكم رابط الحلقة دي اللي حب يتفرج عليها في أول تعليق ووصف الفيديو. ده كله مع بعضه كده هيخلي الابتسامة دي أيضا ابتسامة مميزة قوي، طالما قلنا احنا واحنا بنتكلم في حلقاتنا إن أنثى برج القوس من النساء اللي ضحكتها جميلة وابتسامتها كمان جميلة، الاتنين على حد السواء، بس احنا في حلقة النهاردة بنتكلم عن الابتسامة بس. هدوء كبير قوي بيسيطر على ابتسامة الأنثى دي اللي بتيجي معانا في المركز الرابع، أنثى برج الدلو الهوائي. هي هادية أصلا، ناعمة، من النساء الناعمة عامة، مش حد حتى في صوت الضحكة بتاعتها صعب ان انت تصادف انثى برج دلو، يعني الضحكة بتاعتها بعمل رنين كبير قوي ومزعجة ممكن، او بتعمل صدى صوت. لا، انثى برج الدلو مش من الاناث اللي من النوعية دي. فايضا لما بنتكلم عن الابتسامة، الابتسامة بتاعتها فيها نوع من الهدوء والشياكة كمان، هدوء شديد قوي. الهدوء بتاع انثى برج الدلو او اللي بيسيطر على ابتسامة انثى برج الدلو شديد لدرجة ان هو لازم تخليه ملفت، بتخلي الابتسامة بتاعتها
ملفت، وهي من الإناث اللي ابتسامتها معبرة قوي كمان، يعني الابتسامة بتاعتها لو أنت بتقول موقف نكتة بايخة هي ممكن تبتسم بس توصل لك اللي هي عايزة توصله لك بالابتسامة دي، تخليك أنت زي ما احنا بنقول كده في نص هدومك عادي، ولو عايزة تبدي إعجابها قادرة إن هي بالابتسامة بتاعتها تعمل حاجة زي كده. يعني عشان ما نتكلمش كتير ونطول عليكم ونطلع لمركز أعلى شوية، أنثى برج الدلو هتبقى ابتسامتها ابتسامة مميزة قوي وملفتة، وسهل جدا إن هي تسحر ألوف كمان، مش هنقول ملايين، خلي ملايين دي لما نطلع فوق شوية. أعلى منها في المركز الثالث الحوتية، المواضيع اللي شبه كده أنثى برج الحوت أيضا من الإناث اللي لازم تقول كلمتها، الرقة الشديدة اللامتناهية والقبول اللي ممكن يسيطر على وجه الأنثى دي، والبراءة كمان اللي ممكن تسيطر على الوجه الجميل ده، مش هنقول أكتر من كده، أقسم بالله كافية إن تخلي الابتسامة بتاعتها توقف طوابير كده. أنثى برج الحوت أنثى بمعنى الكلمة، لطالما قلنا عنها الكلام ده في حلقات كتير قبل كده. هي برضه رقيقة زي أنثى برج الحوت، ما هما نفس الطبيعة، بس البراءة اللي ممكن أنت تلاقيها على وشها يعني ملفتة شوية عن البراءة اللي ممكن تسيطر على وجه أنثى برج الحوت. الرقة بتاعتها لا متناهية، والرومانسية بتاعتها لا متناهية، والاتزان بتاعها كمان بيلعب دور، هي متزنة يعني مش حالمة قوي زي أنثى برج الحوت. الكلام عن البسكوتة، عن أنثى برج السرطان اللي بتيجي معانا في المركز الثاني، تتمتع ببراءة وصلت لقبول، يعني البراءة اللي بتسيطر على وجهها، ما ينفعش إن احنا نقول براءة ونسكت، لا هنقول حاجة أعلى شوية، أصبح وجهها مقبول جدا، مريح للناظرين زي ما احنا بنقول، وجه بالوصف ده أكيد الابتسامة بتاعته هتبقى ابتسامة قاتلة طبعا من الدرجة الأولى. بينما بقى متصدرة نساء الأبراج في حلقة النهاردة، حد كده توقعها؟ ها بديكم فرصة تكتبوا، أنا بقرا كل تعليقاتكم وكمان بعرفكم من خلالها. العسل، أنثى برج الميزان، تتمتع بضحكة جميلة جدا وتتمتع بابتسامة ساحرة أجمل كمان من الضحكة، إنجاز التعبير، تسحر دي بقى تسحر ملايين مش تسحر ألوف. حتى الرجل هنا كمان بيشترك مع الأنثى، أنثى برج الميزان، رجل برج الميزان ابتسامته جميلة ساحرة جذابة، وهو أصلا برج جذاب بطبعه، وأحد العوامل اللي بتخلي الأنثى دي جذابة قوي قوي هي الابتسامة بتاعتها الجميلة قوي، معبرة قوي قوي فوق ما تتخيل، خلتها إن هي تيجي معانا النهاردة متصدرة نساء الأبراج في حلقة النهاردة. اللي نسي يدعم الحلقة بلايك يا ريت يدعمها بلايك، ويا ريت تشتركوا كمان في صفحتنا على الفيسبوك محمد ابو زيد، والانستجرام الروابط دي متثبتة في اول تعليق ووصف الفيديو، اللي عنده اي استفسار او حابب ان هو يتواصل معايا، واللي نسي كمان يعني يكتب لنا رأيه في الحلقة يا ريت يكتب لنا، لاني بحب ان انا اشارككم واتعرف على ارائكم من خلال تعليقاتكم، وهتوحشوا.